صاح رساني وهي اللي حمياني وصينا قلبي جوا مني محفوظ في قلب مني عيون يسع سنداني وفي محنتي شايفاني رفعاني في وقت ضعفي شايلاني في وقت همي عيون يسوع عيون يسوع عيون يسوع عيون يسوع عيون يسوع عيون يسوع دي قوة ومنارة روحي جوا وفي خوفي هي ظلي هي رايتي وهي خلي دفون وصر حماية نظراتي ليا راية شايف فيها ملامحي وبتحكي عنه عيون يسوع عيون يسوع. اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم عيون يسوع، ويسعدني النهارده ان يكون معايا الاسيس باسم ثروت فهمي راعي الكنيسه الرسوليه بالغردقه. اهلا بك يا اسيس. اهلا بحضرتك. هنتكلم النهاردة عن امتلاك الأشياء الغير منظورة في العالم الروحي، ويمكن العنوان بتاعنا غريب شوية. دايما احنا عندنا مفهوم ان الإيمان يعني أنا مؤمنة بوجود الله، ولما بندخل في مشاكل أو ضغوط أو حرب أو أي نوع من أنواع الألم النفسي أو اللي بيحصل لي ده مش فاهم، وتجي كلمة مش فاهم ايه اللي بيحصل في حياتي، فببقى عندي فقد للإيمان ومش قادر استوعب ان في واقع تاني. لكن احنا النهاردة نتكلم في حاجة خطيرة جدا، ازاي امتلك حاجة مش موجودة دلوقتي لكن موجودة في العالم الروحي، وده اللي هيكلمنا فيه الأسيس باسم. ازاي مفهوم الإيمان؟ اولا لازم اعرف يعني ايه إيمان. فمفهوم الإيمان بكل بساطة هو ان انا اصدق الله. ليه اصدق الله؟ لانه الله. ده جزء مهم لازم اعرفه في حياتي مع ربنا، انه انا بصدق الله. للايمان انواع كتيره، يعني عندنا ثلاث انواع للايمان ممكن نحكي فيهم ونتكلم عنهم بالشكل الواسع، من ناحيه معنى كلمه ايمان الخلاص، معنى كلمه ايمان الثقه، معنى كلمه ايمان التعليم. ودول ثلاث انواع اتذكروا في الكتاب المقدس يتكلم عنهم. مثلا لو انا اتكلمت عن الايمان بصفة عامة زي ما وصفه كاتب رسالة العبرانيين، يتكلم ويقول كده: واما الايمان فهو الثقة بما يرجى والايقان بامور لا ترى. الايمان بالمفهوم العادي او العام هو ايمان انا بصدق في شيء مش موجود، بصدق في شيء مش لامسه بايديا، بصدق في شيء مش عارف اوصل له او مش قادر اوصل له، لكن انا مصدق ان انا هوصل له. يتكلم عن كاتب الرساله في عدد 13 في الجزء الثاني من العدد: بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها واقروا بانهم غرباء ونزلاء على الارض. المعنى هنا معنى العام للايمان هو انه بصدق، وكلمه مش بس بصدق، شايف انا صدقت من جوايا، لكن كمان شايف بعناية بس مش عين العيان. لا، ومن بعيد، يعني كلمة من بعيد دي جملة مهمة يا أسيس. ان من بعيد دي يعني حاجة بعيدة قوي، مش انا مثلا شايف فالبعد النظري. بالظبط بالظبط. انا يعني عايزة اركز على الجملة دي بالذات، لان في ناس كتير بتفتقد ومش فاهمة. ده حقيقي. صح. يعني انا دلوقتي عندي من بعيد، يعني ايه من بعيد؟ يعني من ورا الاحداث.
ده حقيقي. لكن مش انا شايفه منظر مثلا ان ده منظر مثلا شجره بعيده، فانا هاخد مثلا مثلا همشي مثلا هاخد مشوار 3 معاها كيلو او لغايه ما واوصل لها. اوصل لها، او موضوع مثلا الموضوع ده فهعمل مثلا زي هبني بيتي، فانا لازم اشتغل اجيب فلوس عشان ابتدي اجيب ارض ابني عماره، يبقى في خطوات. لا ده حاجة أنا مش شايفها أصلا، في بعد. في مسافة بينه وبين الكلام اللي ربنا كلمه له وأنا صدقته. فلما بيتكلم الكاتب الرسالة بل من بعيد نظروها، وهنا نظروها مش معنى شافوها. النظر العيون، نظر العيان، لكن كان في نظرات تانية أو عيون تانية اسمها عيون الإيمان، بتشوف اللي اتكلم بيه ربنا لحياتي لأني مصدقه فبشوفه. لكن الخطوة التانية يقول لك مش بس بشوفه، صدقوها يعني كمان عاشوها، صدقوها يعني اختبروها حتى وهي مش موجودة. أنا دايما أتكلم عن إبراهيم وهو بيعد الممتلكات بتاعته وبيحط خدام أو خدامين عنده، وأنا متخيل إبراهيم بيعمل شيء رائع لحياته لأنه شاف بالإيمان أنه ده نسل كتير، فبدأ يعد الممتلكات دي لأن أنا ليا نسل، العبيد دول لأن أنا ليا نسل. فإبراهيم اتحرك في حياته الحاضرة بناء على ما شافه بعيون الإيمان لحياته المستقبلة اللي خد وعد بيها من ربنا، فهو صدق، ولأنه صدق عاش. يتكلم الجزء الثاني أو الكلمة الثانية حيوها، وكلمة حيوها بمعنى أنه ألقوا إليها التحية. فلما يلقي إليه التحية بمعنى أنه شخص قريب مني، أنا لما بسلم عليك أنا شايفك وأنت شايفاني ونقدر نسلم على بعضينا ونقدر، أنا شايفك يعني الدنيا مش بعيدة، عشان ألقي عليك ما ينفعش أبقى بيني وبينك كيلو وأنا ألقي عليك التحية، صعبة. لكن هنا الناس ديت برغم إن الإيمان بتاعهم، إيمانهم ده بيوريهم أمور الله في حياتهم إنه قريب جدا برغم إنه بعيد جدا، فهو بيحيوها. وأقروا إنهم غرباء، الموضوع أكتر من إنه يكون إيمان جوه حياته فبيشوف اللي ربنا اتكلم بيه لحياته. المعنى العام للإيمان هو إن أنا أصدق. طيب إزاي بقى أصدق يا أستاذ؟ يعني في ناس كتير تقول لك أنا مش قادر أقتنع، أنا شايف حياتي سوداء، أنا الكلام السلبي اللي إحنا بنسمعه وهذا الثقة، يقول لك أصلك أنت يعني أنت متدروش. اصلك انت اللفظ ده كتير بيتقال. انت ازاي مثلا تقول لا انا حياتي مره او انا حياتي مش كويسه وانا شايف ان بكره هيكون وهيكون وفي غد اعظم. ماشي. وانا اصلا مستحيل ان بكره يكون كويس. انا عاوز احكي في حته، معلش كمان فضل. في نقطه تانية يجي يقول لك سؤال مهم جدا. لا وازاي؟ طب ماشي انا موافق على كلامك، طب ازاي بقى اوصل لمرحله ان انا اصدق في ده؟ لازم أوصل لحتة أو أعرف حتة مهمة، لأن المعرفة أهم جزئية في حياة المؤمن أنه يعرف. ولما يستقبل الشخص المؤمن يستقبل إعلان ربنا للمعرفة على روحه فذهنه يستنير، ولما ذهنه يستنير يتغير، ولما يتغير يبتدي يختبر. بولس قال، الرسول قال إيه؟ قال لو عايزين تتغيروا تختبروا مشيئة الله، عاوزين تشوفوا مشيئة ربنا في حياتكم، تغيروا عن شكلكم بإيه؟ بتجديد أذهانكم. الذهن ده يتجدد إمتى؟ من خلال المعرفة اللي تأتي أو من خلال الإعلان اللي يأتي من الله على روحي، ويبتدي الإعلان اللي ربنا أعلنه في روحي يترجم في ذهني فتتغير الحياة. فأنا لازم أعرف إنه الإيمان أنواع. ليه أنا بتكلم عن الإيمان أنواع؟ لأن في نوع منهم اسمه إيمان الثقة. إيمان الثقة اللي هو وسط التجارب، وسط المحن، وسط الألم، الإيمان اللي بيعديني من التجربة ويعديني من الألم ويعديني من المحنة ويعديني من الأمور الصعبة، أنا مفروض أعرف ده، لازم أعرف ده. النوع الأول هو إيمان اسمه إيمان الخلاص، اللي أي حد بعيد عن ربنا يصدق إنه الإيمان وحده فقط هو للخلاص. إيمان إنه يسوع فيه الكفاية إنه من خلاله يخلص. الإيمان بأنه أو يصدق أنه يسوع وحده هو اللي دفع الثمن وخلصت قصة أنه يكون مديون أو عليه دينونة. الإيمان الثاني إيمان الثقة اللي احنا بنتكلم عنه، أن أنا بصدق ربنا في وسط المحن يقدر يعديني. والإيمان ده زي ما تكلم التلاميذ زد إيماننا في لوقا 7، زد إيماننا مش معنى أنه يزيد إيمان الخلاص، لا يزيد إيمان إيه؟ الثقة اللي هو بنعدي
التجارب والمحن بتاعتنا في حياتنا العادية. اللي يخلي الناس رجال الإيمان اللي اتكلم عنهم كاتب رسالة العبرانيين بالشكل الواضح ده، ناس تحدوا الواقع، ناس رفضوا واقع، ناس بدأوا يحلموا ويشوفوا واقع أفضل وأعظم في حياتهم نتيجة دعوة ربنا لحياتهم. أنا لسه قدام الكلمات دي هعرف شيء مهم، إنه الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. يعني إيه؟ يعني إيه اللي يخلي فيه إيمان في حياتي؟ أصدق إنه ربنا هيسندني، هو الكلمة. اللي يخلي إيمان في حياتي أصدق إنه ربنا هيسند حياتي ويعديني من الأزمة، هو الكلمة. عشان كده مهم جدا بولس الرسول بيتكلم إن الإيمان بالخبر، الخبر بكلمة ربنا. كل ما أنا ملتصق ومقترب بهذه الكلمة، وكل ما أنا أكون ملتصق بكلمة الله وبلهج في كلمة الله وبدرس في كلمة الله وبستقبل إعلان الله من خلال كلمته لحياتي، كل ما كان إيماني بيزداد. الجزء الثالث من أو النوع الثالث من أنواع الإيمان اسمه إيمان التعليم. إيمان التعليم اتكلم عنه كاتب رسالة في رسالة يهوذا، واتكلم عنه بولس في تيموساوس، انه التعليم اللي بيسلم لينا، التعليم كلمة الله اللي بتسلم لينا. ليه الإيمان ده بيعمل ايه؟ الإيمان ده بيديني ثقة في الوحي، وكمان ثقة وتصديق لكل ما هو تكلم به كلمة الله لحياتنا الروحية من حقائق. طيب ايه اللي يخلي إيماني يزيد؟ اللي يخلي يكون في حياتي إيمان الثقة دي؟ لأنه إيمان الخلاص دي خطوة وعديناها، لكن إيمان الحياة، إيمان الثقة في حياتي محتاج إن أنا أثق وأصدق. زمان كنا بنعمل حاجة صغيرة مع الأطفال، كنا بنغمي عينين الطفل ونوقفه على ترابيزة ونخلي مامته أو باباه وراه ونقول له بكل بساطة اعمل إيه؟ ارمي نفسك. فالولد لانه مصدق وواثق في مين؟ باباه هياخده معاه، هيستلجاه او ياخده او يسنده، فهو بيرمي نفسه بدون خوف. المشكله بتاعتنا ان حياتنا مليانه بخوف واضطراب وقلق. يعني عايز حضرتك تقول ان الخوف ضد الايمان طبعا، وان الخوف بيعطل مشيئه الله في حياتي اكيد، وان الخوف بيخليه على عينيا غشاوه فمش شايف. ومش شايف ان بكره في نجاه. بالظبط. انا احكي لك حكايه غريبه حصلت في من رجال الله القديسين الموجودين في عبرانيين عن ابوي موسى. ابوي موسى كان واقع حياتهم صعب. ايه هو الواقع؟ امر من فرعون بيتكلم عن انه اي ولد لشعب اسرائيل لازم يقتل. ولما انجبوا موسى شافوا الولد جميل، فبداوا يعملوا ايه؟ يتحدوا بإيمانهم الواقع اللي فرضوا عليهم إبليس، أو واقع اللي فرض عليهم فرعون. تحدوا الواقع ده فخبوا الولد 3 شهور. تحدوا الواقع، الإيمان بيخليك تتحدى الواقع المفروض عليك، الإيمان يخليك تتحدى الظروف اللي مفروض عليك. واحد من ضمن الملوك شعب إسرائيل ملك اسمه حزقية. حزقية يتكتب عنه أنه كان بيفعل كل ما على قلب الرب زي داود أبوه. لكن لو بصينا ورجعنا الأصحاح اللي قبله نجد أن أبو حزقية واحد اسمه أحاز. أحاز ملك عاش في الشر الكامل، عاش في حياة مليانة أوثان، مليانة عبادة وثنية. اللي يخلي حزقية يرفض الواقع اللي مفروض تركته اللي هيورثها عن باباه ده واقع اهو شر. وجدعون رفض ان بابا كان كاهن وثني ورفض الواقع واستمر ودخل من قائمه ابطال الايمان حقيقي. لا ده كان حد تاني زي رحاب الزانيه اللي احنا بنطلق عليها حتى هذه اللحظه باسم زانيه. لكن رحاب رفضت الواقع اللي هي عشاه. ليه؟ لانها صدقت. عارفه يقول الكتاب عنها ايه؟ بتقول كده للجاسوسي، احنا سمعنا عن الهكم فذابت قلوبنا. شافت الاله ده اله مليان بالعظمه، مليان بالسلطان، مليان بالقوه بالقدره، قلبها داب لما سمعت اخبار الههم. ولما سمعت اخبار الههم خبت الجاسوسين، ولما خبت الجاسوسين كان في حياتها ثقه انه اله هؤلاء هينجيها.
فصدقت الكلام، عشان كده هي رفضت الواقع. لا، الافضل يعني يمكن اتكلمنا عن نموذجين بيتكلموا عن واقع صعب، ابوي موسى لقرار فرعون انه لابد ان يقتل كل الاولاد، رحاب بحياتها اللي مليانه عيوب ومليانه شر رفضت الواقع ده ورفض. بس انا عايز اقول لك حاجه تانيه اعظم وافضل من ده، يوسف. يوسف رفض الواقع اللي هو عايشه برغم ان واقع حياته ايه؟ كان صح. رائع. يوسف لا، الاول كان الاول صعب طبعا، الاول يعني صعب، كان الوضع كله مشين. دخل كميه تجارب، يعني تعمل كميه احباط، يعني اخواته ضرب من اهله، بعد كده دخل القصر اتحارب من مرات فرعون واتهمت عليه تهمة بطلة، دخل السجن واتنسى. ده حقيقي، يعني دخل في ثلاث تجارب. وكل ويمكن حضرتك فتحت النقطة دي، يمكن في ناس معانا بيشوفونا مقصورين من اهلهم، اتهموا بالباطل في شغلهم واترفضوا، او في مسجونين، ممكن يكون حد اتفرج علينا النهارده عنده حد مسجون ظلم. يجي الوحي، الكتاب الوحي الالهي يتكلم في مزمور تقريبا 103، بيقول فارسل امامهم رجلا بيع يوسف عبد. ده حقيقي، يعني الله كان شايفه راجل، ودي ده كميه عظمه الله. يا رب وانت شايفه راجل، وهو فعلا في الوقت ده لا، ما كانش ينفع يوسف ان انا اخدك واحطك في الحته الكبيره قوي عليك. صعب خالص. عارفه لما ندرس ونشوف يوسف ايه اللي خلاه يتحدى الواقع ده كله الصعب المرير، وكمان بعد ما ترقى وصل انه الرجل الثاني في مصر، ايه اللي خلاه يرفض الواقع الحلو الرائع ده؟ الجزء الاولاني من حياه يوسف هو صدق في دعوه ربنا، صدق في حلم ربنا ليه، عرف هذا الحلم من أحلام يوسف اللي اتكررت وبدأ يحكيها لبابا وإخواته، حتى وإن كان السبب مرارة لبابا وإخواته وكانت هي السبب في أنه يبعد عن البيت، لكن هذه التجارب اللي عاشها يوسف في حياته تجارب جعلت حياته بتتبني خطوة ورا خطوة في حياته الإيمانية. فكل ما بيدخل في تجربة، أنا مصدق في وعد ربنا، أنا مصدق في كلام ربنا، أنا مصدق في حلم ربنا ليا، عشان كده أنا هتحدى. أنا مصدق إنه ربنا دعاني لدعوة مختلفة، غير الدعوة، غير الحياة اللي أنا عايشها، فلأني مصدق هذه الدعوة، أنا بسعى نحو هذه الدعوة. الإيمان يخليك تسعي نحو الدعوة. يوسف لما بدأ يتكلم يتكتب عنه إيه؟ أوصى، وهم قال لهم كده، خلي بالكم أنت هتسيبوا مصر. يعني انا بتخيل ان اخوات يوسف لما بيسمعوا الكلام ده يقول لهم انتوا هتسيبوا مصر، احنا نسيب مصر ليه؟ ده احنا عايشين هنا في اعظم عيشه، ده احنا بنتمتع هنا باعظم شيء، احنا مكانتنا هنا اعظم مكانه. مصر في وقتها كانت يمكن الاولى على العالم، الحد المتسلط على كل العالم، وانت يوسف الثاني على العالم، واحنا اخواتك واولاد اخواتك واسرتك وعيلتك، نسيب المكان ده ليه؟ لكن يوسف أوصى من جهة عظامه، قال لهم أنتوا الموضوع مش هيطول معاكم، أنتوا هتطلعوا من هنا. ليه؟ لأن أنا شايف دعوة ربنا وعارفها كويس. دعوة ربنا ليكم مش هنا، دعوة ربنا ليكم في الأرض اللي وعد الرب بيها أباءكم. عشان كده الإيمان خلى يوسف يعمل إيه؟ ويمكن حضرتك لفت نظرنا في حتة التجارب السابقة في حياته الماضية. الإيمان خلاه يعدي التجارب دي، فيخليه وهو بيعدي التجارب دي بيحصل حاجة، بيحصل نمو في إيمانه، بيكبر. ولما بدأ حياته تبقى رائعة جميلة، أنا أعتقد بعد المرار السنين دي كلها والأمور الصعبة اللي عشتها أنا هرتاح بقى كفاية. يعني أنا إيه اللي يخليني أتطلع إن أنا أرجع للأرض دي تاني، الصحراء اللي ما فيهاش لا مباني ولا فيها شيء، إيه اللي يخليني أرجع تاني؟ بس يوسف كان متأكد من دعوة ربنا ومصدق دعوة ربنا، فلما اتحرك بعد وفاته، هو مات في مصر ودفن في مصر، بس قال لهم أنا مكاني مش هنا، أنا مكاني في الأرض اللي الرب اتكلم بيها لحياتي. عشان كده أوصى من جهة عظامه، ولما أوصى من جهة عظامه خدوه معاهم. موسى وهو طالع مع الشعب خدوا عظام يوسف معاهم. ليه؟ لأنه يوسف عارف دعوة ربنا. وكمان كالب ويشوع. دول بقى، دول أكتر ناس أنا بشوف فيهم
قوة إيمان غير عادية في حياتهم الروحية. قادرون أن نمتلك على الامتلاك. بالضبط. على الرغم إن الباقيين رجعوا قالوا لا 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 شايفين الوضع نفسينا. صعب، الوضع صعب جدا، مش هينفع، وما فيهاش خير، وقالوا كلام صعب جدا، بس هما الاثنين دول اللي قالوا الجملة دي لا، وكانت ديت الفرجة في حياتهم. احنا قادرين. قادرون. بصي، عارفة لما تحط كل إمكانياتك وقدراتك وتحط كل الصعوبات اللي في حياتك بس تغلفيها بغلاف اسمه الإيمان، توصلي في النهاية إنك قادرة. لكن مشكلة العشر رجال الأوائل قالوا في تقريرهم إيه؟ أصل إحنا شايفين أنفسنا في الأول، شايفين أنفسنا كجراد وكذلك في أعين الآخرين. احنا شايفين نفسينا بشكل ضعيف، مش شايفين نفسينا بالشكل اللي فيه ربنا شايفنا، ودي مشكلتنا. الايمان بقى يخلينا نعمل ايه؟ يخلينا نشوف اللي ربنا عايزه لينا، ونشوف اللي ربنا بيحلم به لحياتنا، ونشوف دعوه الله، ونشوف شكلنا وضعنا. رائع جدا. وانا وادرس دانيال وسفر دانيال والفتيه، لما بداوا الملك يدعو الشباب الصغير ده ويبتدي يعمل لهم كورس كامل علشان يغير هويتهم، لكن الشباب دول تمسكوا، او الفتيان دول، بلاش مش شباب، دول فتيان صغيرين، تمسكوا بهويتهم لانهم عارفين قيمتهم ومقدارهم وحياتهم في المسيح، عارفين دعوة الله لحياتهم. عشان كده الايمان يخليك تتحدى الواقع، يخليك ترفض الواقع، يخليك تعيشي وتغير الواقع. عشان كده رجال الإيمان دول كلهم بلا استثناء عاشوا واقع الله عايزه ليهم، رفضوا واقع فرض عليهم. وياما كتير ناس في الأيام دي بيفرض عليها واقع في حياتها، بيفرض عليها نمط معين من الحياة بيستسلموا ليه. المشكلة مش لأنه دول الواقع أقوى منهم، لا، المشكلة ان هم مش شايفين في حياتهم الإيمان اللي ينفع يغير هذا الواقع. الخوف مالي قلوبهم، الحياة بالنسبة لهم بتقف عند حد معين. في ناس يمكن سمعت الكلمة دي كتير، ان مش انا اللي هيحصل معايا كده، زي ما العشرة قالوا احنا كالجراد في عين انفسنا وكذلك في عينهم. فمش انا، طب ليه مش انت؟ ما هبص في امثله كتير، الكتاب المقدس كلمه الله الحيه الفعاله الامضى من كل سيف ذي حدين بتقول ان لا، في ايمان، في حاجه اسمها تغيير للواقع. يعني في ترنيمه بتاعه فيليب ويسا لما بيقول انت وعدت انك تديني واقع تاني، انا هغلب ضعفي ومرضي وخوفي بايماني، هصدق في المجد اللي جاي. يعني النهارده ينفع ان انا اصدق ان الله يقدر يغير حياتي؟ يقدر. ربنا ينفع انه يشيل الظلمه دي ويبتدي النور وتشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها؟ ينفع. ربنا بيدينا كل يوم اشراقه جديده في قلوبنا، بس احنا علينا ان احنا نشوف الغيمه اللي قدر كف ونمسك فيها ونصدق ان المطر جاي وان الخير جاي وان الارض هتتملي بذار وثمار والذاهب بالبكاء حامل مبصر الزرع مجيء ان يجيء بالترنم حامل حنظله. بشكرك يا قسيس، سعيده بلقاء حضرتك. انا سعيد جدا بيكي وسعيد بالبرنامج وسعيد بحضرتك ان انا اتعرف عليكي. ربنا يباركك ويبارك كل السادة المشاهدين. ربنا يبارك خدمتك وكنيستك. بشكركم اعزائي المشاهدين، وانتظرونا في حلقة كل يوم خميس الساعة 5:30 على قناة الطريق، وما تنسوش تتابعوني على الفيسبوك أو على صفحة البرنامج عيون يسوع. أي استفسار، أي طلبات صلاة، احنا بنرد على كل الناس. بشكركم. الناس قالوا لي ازاي هتصدق واقع تاني، يمكن يحصل يمكن لا يمكن تعاني. الناس قالوا لي ازاي هتصدق واقع تاني، يمكن يحصل يمكن لا يمكن تعاني. لا
لكني سامع صوت في قلبي ما لك ياني صوت واضح أقوى من أي واقع تاني لكني سامع صوت في قلبي ما لك ياني صوت واضح أقوى من أي واقع تاني هو اللي بيدعي الغير موجود وكأنه أمامي هو اللي بيدعي الغير موجود وكأنه أمامي أنا هغلب ضعفي ومرضي وخوفي بإيماني وهصدق في المجد اللي جاي ومش هداي أنا هغلب ضعفي ومرضي وخوفي بإيماني وهصدق في المجد اللي جاي ومش هداي هشهد عنه واهتف لاسمه في كل أحوالي ولأنه معايا فجري جاي بالأغاني هشهد عنه واهتف لاسمه في كل أحوالي ولأنه معايا فجري جاي بالأغاني ولأنه معايا الخير والرحمة يتبعاني ولأنه معايا عيون يسوع حرساني وهي اللي حمياني وصينا قلبي جوا مني محفوظ في قلب مني عيون يسوع سنداني وسمحني في شايفاني رفعاني في وقت ضعفي شايلاني في وقت همي عيون يسوع عيون يسوع عيون يسوع عيون يسوع عيون يسوع عيون يسوع دي قوة ومنارة روحي جوا وفي خوفي هي غيري هي رايتي وهي خيري دفون وصر حماية نظراتي ليا راية شايف فيها ملامحي وبتحكي عنه هو عيون يسوع عيون يسوع